يعني منك خايف؟ لا طبعا مالي خايف. انا بظن صار لازم تخاف. المعنى انا جاي اوصل لك كلمتين وامشي. سيد عمر، انا ما بعرفك الا بالاسم والشكل، ما علي غير وصل لك وانقل عنك. فرح حبيب لازم تموت. فرح حبيب بتكون ام ابني، ام ابني. ما بعرف قديش رح يستنوا عليك، من عندهم اعتبروها ميتة. يلي رح قلك ايه هلأ من عندي، ما حدا له علاقة فيه أبدا. أنا بعرف إن المعلم بحبك كتير ومتمسك فيك، وفرح حبيب ما بتكلفه إلا رصاصة واحدة بإيد أصغر واحد من شغيلته، بس بده يرجع يوثق فيك إلك. سيد عامر، هالمرة إذا ما ماتت على إيدك بعتقد رح تخسر كل شيء. هي أول مرة بتوصل بيناتنا لهون، أول مرة. أنتوا قربتوا على عيلتي، على بيتي، على ابني وعلى مرتي وعلى فرح أم ابني. بتروح بتقول لمعلمك إذا هذا الشيء بيتكرر رح حد الدنيا فوق روسنا كلنا، فوق روسنا كلنا. ساعتها علي وعلى عدي، حتى إذا قتلتوني من تحت التراب افضحكم. قلت لك تاريخ شغل طويل كتير كتير، فايلاتكم كلياتها عندي، بعرف كل شيء. انا ما بفكر، انا بساوي بعدين بفكر. قل له لمعلمك انا عامر الباشا. فرح حبيب رح تموت، ما بعرف قديش مستعد تخسر كرماله. نعم أستاذ كريم. بعد ما اجت نور؟ لا بعد، دقيت لها خطة مسكر وما عم ترد على تليفون البيت. فيني اعمل شيء عنا؟ لا ما فيك تعمل شيء، روح على مكتبك. الو، كيفك نور؟ انا بالبيت. في شيء؟
وين رايح؟ حكاني ناجي بده اياني ضروري هلا بالوقت. شايفه وظيفتي عندها دوام سمر؟ هيدي حصتي من اول دفعه مصاري بتفوت على حسابي بلوكسمبورغ. كيف قبلتي تكوني واجهه له؟ لانه قال لي انه عم بيعمل هيك ليتهرب من الضريبه باوروبا، وبده يفوت نفس المصاري على رومانيا ليعمل مشروع كبير هنيك. وانت صدقتيه؟ لا جد ما صدقته. لا ما صدقته. كنت عارفه انه هذا طبيب اموال، بس لصراحه بوقتها ما كنت قادره ارفض هيك عرض. وده غيرتي رايك؟ لاني كنت مفكرة انه المصاري رح تخليني اكون مبسوطة بحياتي، بس انا ماني مبسوطة. فوق هيدا وكله انا بخطر وخايفة على حالي. ما تخافي نور، انا رح ساعدك. بس انا اقدر ساعدك، انت كمان بدك تساعديني. خبرته لسامي انه عندي مهرجان باسبانيا. وعدني انه بس ترجع شادي حيكون معك. وعدني انه ما رح اطول. ليه عم بيصير كثير علي؟ وما بعرف شو حاسة، ما بعرف بقدر اعمل شيء. بطل عندي طاقة وقوة بجسمي. بعرف. بعرف كثير منيح. هلا ما فيك تضعفي. ما فيك تضعفي. ما فيك تضعفي، بدي اياكي قوي. بدي اياكي قوي تكسريني. ممنوع تضعفي فرح، ممنوع. بتسافري اسبوع وبس لتستقر امورك انا بجيب لك شادي. رح سافر؟ اي رح تسافري. انا هلا ما فيني اسافر معك. رح اسافر لحالي؟ فرح اسمعيني كثير منيح. في ظروف جديده انا هلا محطوط فيها. ظروف صعبه غصب عني. ما فيني اترك كينان ولينا لحالهم. ما فيني. بدك تسافري وما عندنا وقت وما عندنا خيارات تانية. لازم تسافري. مش لعقلي. لعقلي. وسهد فيك. وهي مش أول مرة بتخذلني فيها. ليك بتعرف شو يعني أترك ابني وسافر؟ بتعرف شو يعني أترك ابني وسافر؟ لا ما بتعرف. أنا ما رح تترك ابنك. كنان وشادي ولادي. ولادي. أنا بقي أنكر مالهم. وأنا! وأنا! أنا شو؟ كيف فيك تتركني؟ هادي فرح. أنا ما رح أتركك، ما فيني بتركك، افهمي علي. أسبوع وبصير عندك. افهمي. حياتي بقى.
كل لحظة عم بتمر وانت عم تتنفسي فيها عم ينكتب لك عمر جديد. ولك فهمي؟ فهمي؟ كل لحظة عم بتمر وبعدك عم تتنفسي فيها عم ينكتب لك عمر جديد. أنا بحياتي كلها ما خفت مثل ما لي خايف هلأ. ومو على حالي! لما لي خايف على حالي، خايف على كل اللي حوالي كلهم، وانت أولهم. أنا ما راح أتركك، ما فيني أتركك. هلا ما فيني واقف، ما فينا نوقف، لازم أتحرك بسرعة. ما عنا وقت، ما في وقت، معك وقت، ما معك وقت، أنا ما بيهمني بقى، موت، بعيش، من أنت اللي ما بيهمني، أنا ماني مسافرة. خبر المعلم انه اللي بده اياه راح يصير. بكره قبل طلوع الضوء فرح حبيب راح تكون مقتولة. سيدنا عندي لك خبر مهم. خير شو في؟ نور حبيب اعترفت لي انه استاذ كريم فاتح حساب باسمها باللوكسمبورغ عم بضخ فيه اموال كثير كبيره بترجع بتروح لجهات ثانيه. هيدا بيعني انه هو وعامل شراكتهم اكبر بكثير من ما كنا متصورين. صح، الحساب عم بتفوت عليه المصاري عبر اسماء اجنبيه وهو مخبرها لنور انه هذا الحساب فاتحه برا كرمال يتهرب فيه من الضرائب، يعني مغطي حاله من جميع النواحي. الثغره الوحيده بكل خبريته انه خبر نور. يعني هو نظيف ما في عليه ولا دليل. مزبوط، بس نحن قادرين نعمل له فخ اذا منسجل بصوته اعتراف بكل هاي الخبريه. نور ما في غيره. المعلومه ممكن تغير كل مسار التحقيق. فكرت باللي صار معنا امبارح. قلتي مزبوط، انا غيران من سامي. ما بدك تقولي شيء؟ المشكلة ما بدي أحكي أي شيء لأنه أنا تعبانة طلال أي شيء بدي أقوله هلأ رح يكون مالي متأكدة منه، فما بدي أظلم حالي ولا بدي أظلمك معي، لهيك خلينا نأجل الحديث لبعدين. لبعدين؟ ما فهمت لأيمتى لبعدين يعني؟ انه وقتها تتاكد من براءة سامي مثلا؟ اي لاني انا مالي قدرانه افكر باي شيء ثاني، حاسه حالي مشلوله. شفتي؟ مش بس انت مربوطه بسامي، كل شيء بيناتنا مربوط بسامي. لينا اذا انت بدك تبعدي عني ومش عارفه كيف بدك تقوليها او خجلانه او محتاره، بليز القصة أبسط من هيك. طلال أنا لو بدي بعد عنك بقول لك ما رح أخبي عليك، بس القصة إني أنا فعلا تعبانة بس مو أكثر. ترجمة
بده يحس. نور انت مره ذكيه، عم تفهم علي؟ انت مره ذكيه، بتعرفي تخليه يقول الشغلات اللي عم بقول لك عنها. طب واذا حس، اذا عرف، بتعرف شو ممكن يعمل؟ لا ولا انا، كثير صعب اللي عم تطلبه جاد، ما بعرف، انا كثير خايفه. ما تخافي، اذا خفتي بحس. ما تخافي، ليه بده يحس اصلا؟ كيف بده يخطر على باله ان انت عم تسجلي له؟ انت المهم تضلك مسترخيه. بدي اقول انه هيدي المصاري اللي عم تفوت على الحساب هي مصاري منها نظيفه. اساسا ما عندي حل تاني نور. قالوا بالعالي نام شادي هالوقت. ما نام بالكاردوري، حرام، اجا كثير تعبان. هلا بيهلكك بالليل؟ حينام عند الماما. ايه في عنا شيء؟ لا ولا شيء، بس انا طالعه على الضيعه. ليه في شيء؟ ما في شيء، بس هيك عبالي ارتاح شوي وكل حالي. اوكي. ديبي صحتين. قصة صعبة علي كتير، صعبة علي كتير، ولأنك الوحيد اللي بثق فيه ومتأكد أنك ما رح تغدر فيني، بدي إياك تساعدني. بدي إياك تكون شاهد على قتل فرح حبيب. ولا بدك تشاهد إذا كنت بدك تقتلها؟ ما قدرت اقتلها وما راح اقتلها. قدامه لازم يبان انه انا قتلتها، ومشان هيك بدي اياك تشهد اني قتلتها. طب ليه ما بتقتلها عن جد وبتخلص؟ ليه ما بتقتلها وبترتاح؟ لأني بحبها. شو ناوي تعمل بعدين؟ شو رح يصير؟ ما بعرف، ما بعرف كريم، ما بعرف. أهم شيء بالنسبة لي هلا إني هربة برا البلد. هربة من وش أم. واللي بده يصير بعدين ما بعرف،
وبدي اياك تساعدني اني اهرب برا البلد. يا الله مش عم صدق اللي عم شوفه. مش عم صدق انه انت عامر الباشا عم تحكي هيك. تيري مزبوط الحب بزل. أنا ما رح أنسى لك هذا الشيء اللي رح تعمله معي كل حياتي كريم. ما رح أنسى أبداً. هاي بتحكي معي هيك عامر؟ أنت بتعرف مهزتك وخليتك عندي. بس أنا خايف. أنت بتعرف كثير منيح مع مين عم نلعب. إيه بعرف. بعرف كثير منيح. بس لا تخاف. لا تخاف. بدي نسكر الحساب اللي فتحت لي اياه بلوكسمبورغ. المبلغ اللي صار عندي بكفيني وخلص. صار بدي سافر عند خيي، رح اعيش بدبي ولاقي الشغل هونيك. ايه؟ حقك تروحي وتدوري على شغل والله يوفقك. بس اللي ما فهمته انا، عن اي حساب عم تحكي؟ كيف عن اي مصاري وحساب عم بحكي؟ الحساب اللي فتحت لي اياه وقتها سافرنا مع بعض. انت جناتي او بك شيء براسك؟ ما فهمت عن اي حساب عم تحكي، قولي لي. لا انت شكلك جنات، كيف اي حساب؟ انت كيف تحكي معي هيك؟ نسيتي انه انا مديرك وانت موظفة عندي؟ منين جبتي لي قصه هالحساب والمصاري؟ ما بعرف شيء عن هذا الموضوع ابدا. قومي روحي على مكتبك، يلا روحي على شغلك. ما بعرف يا جد، ما بعرف. قلت لك انه راح يحس. حس وما حكي شيء. كيف يعني حس انك عم تسجلي؟ كيف؟ بيعرف ان انا وياك رفقه وعم نظهر وعم نشوف بعض. كريمه بيعرف؟ من وين؟ من اي متى؟ كان عم بيراقبني وعرف، واجا قال لي انه هددني بالاحرى، قال لي اذا بيطلع مني كلمه ما بعرف شو بيعمل فيي. طب اسمعي، قال لك انت ما تخافي، ما دام بيعرف انه انا وياك بنعرف بعضنا ما رح ياذيكي، عرفتي؟ ما رح ياذيكي ويثبت التهمه على حاله. جد انا من بكره ما بقى رح انزل على الشركه. يا عمي عم بقول لك ما تخافي انت. بس بجميع الأحوال ضلك بالبيت هالكم يوم لنشوف شو بنعمل. يلا باي. مرحبا. مرحبا. أنا جاي أخبركم إني قررت سافر، بطلع برات البلد شي جمعتين ثلاثة حتى يكون هيدا الوضع. أنا سألتك إذا واثق منها، قلت لي إيه، بس وقعت بنفس الغلط اللي وقع فيه شريكك مع أختها. نور هي شخص من بين 100 شخص عم بتعامل معهم. إذا هي طلعت مش منيحة أنا شو بعمل؟ فيك تقول إنه هيدا حظ سيء وما في شيء ما بيتصلح. أنا ما فيي وعدك بشيء، بس الخطأ صار. ممنوع تعمل أي حركة قبل ما ناخد فيك القرار. قرار؟ إنه تقتلوني؟ مبدئيا ما تتحرك من البلد. شو هالنهار الماراثوني امبارح، غطست من نومي
طب تعال هيك هيك تأخرت. هيك أحسن لك. حبيبتي عندي شغل لفوق راسي. القضية قاعدة على قلبي، خليني أمشي أشتغل. جد؟ بعرف إنك مش فاضية كتير ومش رايقة معك، بس بدي أحكيك موضوع صار لي فترة لازم نحكي فيه. تفضلي. من وقت ما رجعت على البيت بعرف إنه ما قدرت لك قديه عم تصبر علي وعلى مرضي. بعرف إنه عندك مشاعرك ورغباتك وإنه أصلاً منك مضطر تتحملني هالقد، بس مش رح تزبط هيك، مش رح تزبط إنه نكفي مع بعض وإنت أنت عم تظهر مع مرة تانية. هذا طلع معك؟ إنه أنا عم بظهر مع حدا تاني؟ مين قال لي كده الحكي؟ ما حدا قال لي شي جد. أنت صار لك فترة ما بقى عم تطلب مني شي. وحتى علاقتنا بطل عندك مشكلة بعلاقتنا، بطل عندك مشكلة بوضع علاقتنا. وهذه هي المشكلة بحد ذاتها. أنت قطع براسك إنه القضية هيدي طحنتني طحن؟ يعني كيف بده يمروا على بالي يعني يفكر بهذه المواضيع؟ تانيا انا عم فكر بوضعك انت كمان. اعطيك السبيس تبعك. على كل نحكي بالموضوع. هاي حبيبي. لا ولا شيء، بس كنت عم بتحمم وهلا شفت المسج تبعك. ليكي في مشكلة إذا أنا مشاهدة عندكم اليوم؟ لا أكيد لا، بس ليه؟ مخانقة أنت وسامي؟ لا أبداً ما خص سامي، بس أنا هيك عبالي أطلع الضيعة شوي بركي بشوف فؤاد وبدي نتفت رواق. يا فؤاد، أنا شوفته لفؤاد بس بتعمل لي بالأعصاب، هذا غير دجاجته اللي بدالهم عم زقزقه كل النهار. موفى فرح، عم تسمعيني؟ إيه سمعتك. بك شي؟ لا ولا شيء، أنا منيحة. يلا بشوفك بالليل. باي. انتبهي على شهادتي. أوكي فرح، أنت منيحة؟ منيحة. إذا جربت تحكيني وخطك كان مسكر بيكون ما في إرسال، برجع أنا بحكيك. هلا بدي اشوفك فرح، هلا بدي اشوفك. عامر شو بدك مني؟ مني تعالى. خليكي لا تطلعي، انا فايت لعندك. لوين فايت؟ انا مني بالبيت. ايه هلا منشوف اذا مالك بالبيت. قلت لك مني بالبيت. انا بالنادي. في شيء فرح كثير ضروري. لازم اقول لك اياه، لازم تعرفيه. عامر بليز، بليز بترجيك ما بدي اشوف حدا. اتركني لحالي. طيب خلص. لا تترجي مثل ما بدك. سلام. ايه كريم، فرح بالنادي. قديش بدك لتجهز حالك انت والشباب؟ طيب ماشي، لا تتأخر علي.
مرحبا لينا، كيفك؟ كيفو كنان؟ كنان بده ينام وكثير زعلان منك لأنك مالك رح تحكي له حكاية قبل النوم. فيك تقول له تصبح على خير؟ ايه بابا حبيبي، صار الوقت متأخر حبيبي ولازم تنام. لا تعذب ماما، يلا حبيبي تصبح على خير. تصبح على خير. أهلينا. شبك فيك شيء؟ لا ما فيني شيء، ما فيني شيء. إمتى جاي؟ اليوم لينا، أنا يمكن أتأخر يعني ما تستنيني. نامي أنت حبيبتي، نامي لا تستنيني. ماشي. تصبح على خير. تلاقي الخير. شو في جد؟ المطعم يلي شهدوا شغيلته انه كريم كان سهران عندهم يوم الجريمه، عرفته؟ ايه شو به؟ هيدا المطعم طلع صاحبه كريم، هيدا ابو غسان بس وجهه مشان هيك معه الرخصه. يعني شغيلته لكريم هن شهدوا لصالحه. اتصل بمكتب النائب العام وطلع مذكره توقيف باسم كريم حداد. فورا. عمول تعميم على كل المنافذ الحدوديه باسم كريم حداد، وانتبه يمكن يستعمل اسم اجنبي او باسبور مزور او شيء من هالنوع. شو صار معك جاد؟ لقيته؟ بعدني طالع هلا من بيت اهل مرته، كمان ما بيعرفوا عنه شيء. كل حال ما رح يقدر يباعد. اسمه على كل المنافذ الحدوديه. وشغيله المطعم صاروا عنا هون بالنظر. انت روح نملك ساعتين ثلاثه ورجع تعال نشوف شو بدنا نعمل. شو عم تعمل؟ يلي لازم أعمله.
عم تعمل.